أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة نت، في آخر محاولة للتلاعب بها، اندلاع حريق ضخم في مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد. في المدى، التهم أجهزة الاقتراع واقترب من الصناديق، احتراق مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة. وجاء في موقع كتابات مفوضية الانتخابات العراقية، حريق مخازننا التهم أو مخزننا التهم جميع أجهزة تسريع النتائج والتحقق الإلكترونية. في الجزيرة نت، 2,500,000,000 دولار من قمة مكة للأردن. في العرب الجديد، احراق صناديق بغداد يهدد الانتخابات، أخطر محاولات تغطية التزوير. القدس العربي، غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق في القصف الجوي على إدلب. وفي صحيفة الحياة، حريق يلتهم صناديق الاقتراع في بغداد، وأطراف يعتبرونه مفتعلا لإخفاء التزوير. ليس في تاريخ أي شعب شيء يدعى برلمان سابق يصر أعضاؤه ألا يغادروا كراسيهم، فالدول عبارة عن أنظمة ومؤسسات واستقرار وقوانين تسن لخير الناس وحماية الدولة، وليس لمنفعة نائب لم يستطع الحصول على 1,000 صوت. تحت عنوان جماعة هل من حريق، كتب علي حسين في المدى مقالا حول تزوير الانتخابات وأزمتها. تطالبك السيدة حنان الفتلاوي، القائد العام لحركة الإصلاح في العراق، برفض نتائج الانتخابات لأنها مزورة، ويريد منك السيد إياد علاوي أن تغمس إصبعك من جديد في الحبر البنفسجي، ففي الإعادة إفادة. ويسخر منك السيد نور المالكي قائلا: تلف دولة القانون سيبقى في الصدارة، ولا ينسى مشعان الجبوري أن يذكرك بأنه ابن خير، وقصره في دمشق ينافس قصر الإليزي الذي سكنه في يوم من الأيام المرحوم لويس 14. ويلقي عليك السيد أحمد الملا طلال درسا في الإعلام الوطني النابع حصرا من بركات الحزب المدني المنبثق بدعوات مصرف الهدى الحائز على الحظوة والرضا بفضل مليارات الدولارات التي هربت إلى خارج العراق. صرخات أو لوثات تأتي في سياقه السيريا تناصب الشعب العداء، لأنه تآمر على رمز بأهمية الفقيه الدستوري محمود الحسن، وأصر على غياب بعض الوجوه الكالحة من المشهد السياسي. نواب وسادة يخيرون المواطن بين العودة إلى جادة الصواب والتسمر أمام التلفزيون لمتابعة قفشات عباس البياتي، أو مواجهة العبوات الناسفة والجوامع المفخخة، أو بالحرائق التي يخطط لها بالخفاء. ويضيف الكاتب: ولهذا أتمنى عليك عزيزي المواطن المهموم بغياب الكهرباء وشح المياه وانعدام مستشفيات تليق بالبشر وانحدار التعليم وانتشار الخرافة والجهل، ألا تشغل نفسك كثيرا بحريق صناديق الانتخابات والخطب الحماسية التي يطلقها محمد الكربولي، فلا أعتقد أنك بحاجة إلى مجلس نواب تحولت قاعته إلى مكان غابت فيه القضايا الأساسية لتحل محلها جلسات السمر من أجل الحصول على الامتيازات والمنافع، وتحول العمل السياسي فيه إلى صراخ ولكمات قبل أن ينتقل إلى مرحلة الضرب بالأحذية. واطمئني يا سيد حنان، اليوم الذي يخسر أمامه أكثر من روح رياضية، واحدة منها حريق الوطن مثلا. وضعت عملية حرق مخازن مفوضية الانتخابات العراقية في بغداد أمس الأحد بعيد ساعات قليلة من فرض مجلس القضاء الأعلى في البلاد وصايته على مفوضية الانتخابات، والإعلان عن انتداب قضاة لبدء عملية العد والفرز
يدوية لنتائج انتخابات في عموم مدن البلاد. وضعت الأزمة السياسية في العراق على حافة منحدر جديد، تؤكد تحقيقات أولية من مكان الحادث أن حريق مخازن المفوضية أتى على عدد كبير من صناديق الاقتراع بما فيها من أوراق انتخابية تتعلق بأصوات الناخبين من رصافة بغداد ومناطق شرق العاصمة، والتصويت الخاص وتصويت السجناء ونزلاء المستشفيات والنازحين، فضلا عن احتراق أجهزة التحقق الإلكتروني، وهو ما يجعل مهمة القضاء في التحقق من تزوير الانتخابات مستحيلة في العاصمة بغداد. كما أنه يؤكد اتهامات التزوير والتلاعب بالانتخابات بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديدة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية في حديث مع العرب الجديد إن عددا كبيرا من الصناديق احترق ولا يمكن خلال الوقت الحالي معرفة عددها، لكن تم إنقاذ عدد غير قليل منها أيضا من قبل الدفاع المدني وسكان محليين من البيوت القريبة على المخازن ساهموا في الإنقاذ، مؤكدا أن الصناديق كثيرة لم تحترق لكنها أتلفت بفعل المياه. وأوضح المسؤول نفسه أن حراس المخازن اختفوا ويجري البحث عنهم حاليا، كما أن هناك عمليات عنف ظاهرة على الأبواب الخارجية للمخازن توضح أنها فتحت بمطارق حديد أو أي آلة أخرى، وتم اقتحام المكان وافتعال الحريق. بدوره أعلن عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن احتراق جميع صناديق الانتخابات البرلمانية لجانب الرصافة، وسط تأكيد مصادر أن المخازن التي احترقت تحوي على أكثر من 3 ملايين استمارة ناخب. من جهته قال عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في التلاعب بنتائج الانتخابات عادل النوري في حديث مع العرب الجديد إن الحريق مفتعل ومن فعله أعضاء من داخل المفوضية التي تم تجميد عملها. الصناديق لم تحترق إلا بعد إقرار العد والفرز اليدوي وبعد ساعات من إجراءات مجلس القضاء، وهذا يؤكد حقيقة أن الانتخابات مزورة وفيها تلاعب خطير، ويجب على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يتعامل مع الحدث بجدية بالغة الخطورة بحسب الصحيفة. بخلاف المألوف من الكبار وليس من الصغار، جاءت هذه المرة الاعتراضات والاحتجاجات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، والكبار هم القوى المتنفذة في البرلمان، والعملية السياسية برمتها هم مجموعة أحزاب وجماعات سياسية شيعية وسنية وكردية اختارتها الولايات المتحدة وبريطانيا قبل أن تسقط نظام صدام حسين في 2003 لتحكم العراق، بزعم أن هذه المجموعة تمثل المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي الشيعة والسنة والكرد بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط. دستوريا وصفت المفوضية بأنها مستقلة مع أكثر من 10 هيئات أخرى لم تتمتع بالاستقلال أبدا، لأن الكبار كانوا شديدي التمسك بتقاسم مناصب هذه الهيئات، مجالسها العليا وسائر وظائفها بالصورة التي جرى تقاسم مناصب الحكومة ووظائفها. ومعظم هذه الهيئات أمسكت بتلابيبها منذ البداية أحزاب بعينها، وفي الغالب كانت عملية تقاسم المناصب والوظائف تجري عبر مجلس النواب الذي هيمن عليه الكبار، ووضعت الهيئات تحت إشرافه ورقابته مجردة من أي شكل من أشكال الاستقلال. صغار العملية السياسية الذين نجحوا في إيصال ممثلين عنهم إلى البرلمان أو الذين فشلوا كان واحداً من مطالبهم الرئيسة احترام استقلالية الهيئات المستقلة، خصوصاً مفوضية الانتخابات بوصفها الهيئة الأهم لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية. هذا المطلب تصدر أيضاً مطالب الحركات الاحتجاجية المتتابعة التي شهدها العراق منذ فبراير شباط 2011، بيد أن الكبار لم يعيروا ذلك اهتماماً، فرفضوا على الدوام تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة تديرها مفوضية مستقلة، بل إن ممثلاً لأحد الكبار حزب شيعي متنفذ
أعلن ذات مرة أمام وسائل الإعلام أن نظام المحاصصة وجد ليبقى وأصبح أمراً واقعاً. منذ أول عملية انتخابية في العهد الجديد مطلع 2006 حدثت خروقات لقانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات ولأحكام الدستور، وجرت عمليات تزوير بشهادة حتى البعض من مسؤولي المفوضية الكبار. كانوا وراء ذلك كله فهم وحدهم من امتلك السلطة التي مكنتهم من حيازة النفوذ والمال، فقد توزعوا فيما بينهم مناصب الدولة العليا ووظائفها المتوسطة والصغيرة وفق نظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي رعى قيام أكبر نظام للفساد الإداري والمالي في المنطقة وواحد من أكبرها في العالم كله. الخطورة في هذه العملية هي أن تعيد غالبية الفاسدين المحتجين على نتائج اليوم إلى التمتع بالفوز مجددا عبر عمليات لن تكون بعيدة عن اللعب أيضا. فساحة العراق الانتخابية وغير الانتخابية يسودها الغش والكذب على الناس، بحسب الكاتب ماجد السمرائي في مقال له بصحيفة العربية الجديد عن صراع الأحزاب الحاكمة في العراق. هناك معركة طويلة ذات سياقات قانونية تنتظر القرار البرلماني الأخير، من بينها مصادقة رئيس الجمهورية على التشريع، وهو الذي أثار ملاحظات سلبية على الحملة البرلمانية ووجهها إلى المحكمة الاتحادية صاحبة القرار النهائي في حسم هذا الجدل الذي أصاب قلب العملية الانتخابية والحكومة المقبلة التي اعتادت الانتظار لشهور قبل أن تشهد النور. إن الخلل في حملة الدعوة إلى النزاهة في الانتخابات ليس من حيث الموضوعية وضرورتها في إزاحة الحصانات السابقة عن المزورين، لكن لأن غالبية حاملي الدعوة في تعطيل عملية الانتخابية هم من الذين كانت تحوم حولهم شكوك عدم النزاهة، لكن البعض الآخر لا يشك بدعواتهم لإعادة الاعتبار لواحد من أعمدة العملية السياسية، رغم أن المشكلة كبيرة ولا تتعلق بهذه الجزئية البسيطة من العملية السياسية. ولو تيسر لمنصفين ومخلصين لبلدهم العراق وفتحوا أي مرفق آخر من مرافقها لوجدوا العجائب، ومن المحتمل أن تتعطل تلك التوقيتات الدستورية إلى حين انتهاء عمر البرلمان في 30 من يونيو الحالي، وبذلك تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين اتخاذ المحكمة الاتحادية قرارها النهائي. ويضيف الكاتب بصورة مفاجئة يتحول البرلمان العراقي إلى ساحة خطابات ضد التزوير في الانتخابات الأخيرة، وكأنه حالة شاذة في البلد الذي قامت ركائزه منذ عام 2003 على التزوير والفساد في جميع مظاهر العملية السياسية ومنظومتها الحزبية والرسمية. في عهود سابقة لم يخلو مجلس النواب اللبناني من جبهة إصلاح، وفي عهد الرئيس كميل شمعون منتصف القرن الماضي طرحت فكرة خصخصة وزارات الخدمات العامة، لكن جبهة المعارضة في ذلك الزمن رفضت الفكرة في الأساس تحسبا لسيطرة الرأسمال الحر على مقدرات الدولة والشعب. وفي المقابل كان الإصلاح السياسي والإداري والاجتماعي صعبا بل شبه مستحيل مع الطبقة السياسية التي تتوارث النفوذ في الدولة، كما لو أنه حق مشروع ينتقل من اسم إلى اسم. أما اليوم فلا توجد جبهة إصلاح في لبنان، بحسب الكاتب عزة صافي في مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية. هناك حكومة لبنانية جديدة على الأبواب وفيها وزير لمكافحة الفساد، وأياً يكن ذلك الوزير فستكون وزارته الأهم، فالفساد الإداري يرقى إلى مستوى الاحتلال ولا مقاومة، فمن سيتطوع لمقاومة هذا العدو الذي يسلب الإدارة عافيتها ويشوه سمعتها ويعمم فيها الفساد؟ إنه العدو الداخلي الذي لا يقره إلا الأقوى في المقاومة. ويبقى اللبنانيون في انتظار حكومتهم الجديدة التي ستولد بالتوافق الوطني
على عدد الوزراء وحصة كل كتلة، لكن أعدادا كبيرة من اللبنانيين لا تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ مساحتها 9,825,000 كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو 325 مليونا، لها حكومة مؤلفة من 16 وزيرا. أما لبنان الذي لا تزيد مساحته عن 10,425 كيلومترا مربعا وعدد سكانه نحو 4,500,000، فإن عدد وزراء حكومته التي لا تزال قيد التأليف لن يقل عن 30 وزيرا وما فوق، وسوف يكون شعارها الإصلاح والإنماء. لقد مضت 75 سنة من عمر استقلال لبنان، ولا يزال الموضوع الرئيسي الدائم بالعناوين الفساد ثم الفساد ثم الفساد، وبعده النداء الدائم في وجه كل عهد الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. كثيرة هي معالم المأزق الذي تعيشه إيران هذه الأيام، والذي يستحق من قياداتها وقفة هادئة بعيدا عن استعراض التصريحات التقليدية التي لا تغير في حقائق الواقع شيئا، بحسب الكاتب ياسر الزعاترة في مقال بموقع الجزيرة نت. نبدأ من هنا، من العراق الذي كان بيد إيران لكنها اختارت دعم الإقصاء والطائفية فيه، كما دعمت طبقة سياسية فاسدة أهلكت الحرث والنسل ونفذت أكبر عملية نهب عرفها التاريخ البشري. أين هو العراق اليوم؟ تقول لنا الانتخابات الأخيرة أمراً بالغ الأهمية، وهو أن الشعب العراقي ومن ضمنه الشيعة أنفسهم قد ضاقوا ذرعاً بالهيمنة الإيرانية. صحيح أن القائمة التي دعمتها إيران قد حصلت على المرتبة الثانية في الانتخابات، لكن الصحيح أيضاً وبما لا يقل أهمية هو أن القائمة الأولى والثالثة اللتين مثلتا غالبية الشيعة كانتا في خط آخر لا تريده، والحال أن تشكيلة الحكومة المقبلة أيا كانت لن تغير حقيقة أن غالبية شيعية باتت ضد الهيمنة الإيرانية على البلد. وإذا أضفت إليهم العرب السنة والأكراد فإنه من العسير المضي في ترديد تلك المقولة السطحية عن أن إيران تحتل 4 عواصم عربية، لأنها جميعاً تتفلت منها ولا تخضع لها. كما سيتبدى في السطور التالية بعد العراق يمكن توجيه الأنظار إلى سوريا، وهنا نجد تطورات بالغة الأهمية بدأت تتبدى خلال الأسابيع الأخيرة، وعنوانها الصراع الروسي الإيراني في سوريا. ما يشهده مشروع التمدد الإيراني في المنطقة من تراجع هو نتاج أحلام غير واقعية، ولولا أن من يتصدرون المواجهة مع إيران لم يكونوا موفقين أبداً في تخطيط المواجهة ولا في ترتيب الأولويات لكان الوضع أسوأ بكثير. لكن الأهم هنا هو أن استعداء الغالبية في المنطقة لم يكن ليمر بدون تداعيات سيئة على الجميع. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها توصلت لدلائل جديدة في حجارة المريخ وغلافه الجوي تفترض وجود حياة قديمة على الكوكب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوكالة بمركز غوادارد للطيران التابع لها في ولاية ماريانتا، وذكرت أن النتائج الجديدة تظهر جزيئات عضوية صلبة في صخور رسوبية عمرها 3 مليارات عام بالقرب
من السطح، ولفتت إلى أنها اكتشفت كذلك تغيرات موسمية في مستويات الميثان في الغلاف الجوي. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.